يا مساء الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ طيب هوريك حاجة دلوقتي، اختراع عظيم، اختراع مذهل يعني. تمام؟ مش عارف الناس دي هتروح فينا بينا فين بعد كده. فيعني تعالى اوريك حاجة عظيمة قوي، وفكك بقى شوية من العربيات والكلام ده. بص أنا معايا ايه؟ نظارة شكلها لطيفة، ايه نظارة شيك، الدنيا تمام. أنت شايف كده؟ دي نظارة اهي عادية خالص، الدنيا تمام. وأدي علبتها اللي جاية فيها النيل اير جلاسز دي، وادي الجواب بتاع النضاره، والدنيا عاديه خالص. شايف نضاره قدامك دلوقتي، هلبسها لك اهو. تمام، انا لابس نضاره وشيك كده وحاجه لطيفه يعني. النضاره دي يا باشا انت بتوصلها بالموبايل ده، بموبايلك عادي، اي موبايل اندرويد يعني. تمام، هي فيها سلك كده وجاي معاها السلك الطويل ده، انت بتوصلها بالموبايل اندرويد ده، بتتحول انت شايف قدامك 200 انش، شايف قدامك شاشه 200 انش. يعني انا وصلتها بالسامسونج الاس 23 تمام الالترا، قدامي شاشه 200 انش. انا دلوقتي اتفتح قدامي ديسك توب، بمسك الموبايل ده كده، بصوا هوريكم دلوقتي. بص الاختراع بقى، اتحول قدامي اهو تراك باد، انا ماوس بتحكم في اي، افتح يوتيوب، افتح نتفليكس، افتح اي ابلكيشن على الموبايل، افتح فيديو، اكتب سكريبت مثلا لو انا بعمل فيديو، او اكتب بوينتس معينه على وورد او على اي حاجه او على نوتس او الكلام ده، شايفها قدامي. افتح الجي بي اس. المشكله كمان ان هنا الاي ار النضاره دي الاوجمانتد رياليتي بتاعها، انت شايف قدامك شاشه 200 انش، شايفها قدامك فول ليد او 4K ريزوليوشن عالي جدا جدا، شايف كل حاجه، وكمان انت شايف الدنيا. تمام، طب عايز تنعزل وانت في الطياره، او عايز مثلا ما تشوفش الدنيا وراها، ما تشوفش الخلفيه، او مش سايق، او مش قاعد بتتكلم مع ناس او الكلام ده، انت تحط دي وانت شايف ال 200 انش بس اللي قدامك، مفيش حاجه انت شايفها تاني. اختراع يا كوتش، يعني حاجة مش طبيعية. بصوا انا هحاول اوريكم، طبعا انتوا هتشوفوا هنا الشاشة صغيرة. بصوا انا بتفرج على ايه، بتفرج على اليوتيوب اهو. بصوا بس، انت بمجرد ما بتلبسها انت ما بتشوفش كده، انت بتشوف قدامك 200 انش. تمام، متخيلين؟ حاجة عظيمة. مشغل بقى جي بي اس، رايح مشوار، كل حاجة قدامك هنا، الخرائط مفتوحة قدامك، مشغل فيديو، مشغل نتفليكس، مشغل اي بي تي في، بتتفرج على ماتش، انت قدامك شاشة كبيرة جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت انت بتتفاعل مع الناس، وكمان فيها الصوت طالع اهو، هوريكم الصوت. بصوا الصوت طالع من هنا وسامع، والحياة بالنسبة لك قشطة. موضوع عالمي عالمي، بس كده. انا بكلمكم وشايفكم دلوقتي وقاري الكومنتس اهو، عاش خيري باشا والدنيا تمام، وانا شايف قدامي الفيديو شغال في حجم مهول بريزوليوشن عالي جدا يعني. اختراع. بص يعني حبيت اوريكم حاجه كده خفيفه، نخفف عنكم شويه العربيات. خلاص يلا، سلام عليكم.